السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي فيديوهات وعايز أعرف مجموع الفترات أو المدة الزمنية بتاعت كل الفيديوهات ديت، ففي طريقة حلوة أوي من غير ما أستطيع برنامج، أشغل برنامج ويندوز ميديا بلاير اللي أصلا بيجي مع الويندوز، تمام، وأقول له أنا عايز أفتح بلاي ليست كده فاضية، تمام، وأروح أعمل سيلكت لي الفيديوهات وأسحب الفيديوهات دي جوه الويندوز ميديا بلاير بالشكل دوت وأحطه في الليست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فهو بيبدأ يحطهم كلهم اهوت، تمام، وفي الاخر هيجيب لي عدد العناصر 123 عنصر، 123 فيديو خاصين بجاست توبام، ومجموع الفيديوهات كلها 19 ساعة، تمام. دي اسهل طريقة تعرف بيها مجموع الفيديوهات لدرس معين او لصورة معينة او لحاجة معينة.